الكردات القوية أو كردات القوة. أربعة، خمسة، ستة. أنت عزفت يا بتاع البيانون، وقعت دماغنا. الباور كوردز. يعني ايه باور كورد؟ اهلا بيكم، درس مهم قوي. الباور كورد يعني ايه؟ باور كورد يعني ايه؟ باور كورد من كلمته كده، الباور كورد يعني الكورد القوي، كورد قوي. الباور كورد ده ولا كورد ولا حاجه، ده هو نوتين بس. بيتكون من الدرجه الاولى ومن الدرجة الخامسة. لو ما كنتش عرفت موضوع الدرجات بتاعت السلم، راجع الحلقة بتاعت الدرجة الخامسة، هتعرف يعني ايه درجة خامسة من السلم ويعني ايه درجة اولى. باختصار، درجة الاولى والخامسة هي موجودين في الكورد الميجر، صح؟ وموجودين في الماينر. صح، ايوة، ده موجودين في كل انواع الكوردات. الدرجة الاولى والخامسة موجودين في كل انواع الكوردات، هي يعني الدرجة الخامسة. لو خدت الدو ماجير والدو مينير، الدو ماجير دو مي سول، سو دو سول درجة الأولى والخامسة موجودين دو سول زي ما هم. السلم المينير دو مينير، دو مي بيمول سول، دو والسول بس، يعني دو والسول موجودين في نفس السلم التاني. دو مينير ده سلم تاني خالص غير الدو ماجير، وموجودين في الكورد الدو مينير، بس هم نفس النوتين. فده حل سحري للناس اللي عايزة تعمل امبروفيزيشن بسلالم أو بكوردات مينير وماجير، وعايز حاجه تمشي عليهم كلهم يعني، او توصل لحاجه تمشي عليهم كلهم، تقدر تعمل امبروفيزيشن بكوردات مينير وماجير في نفس الوقت. عباره عن الدرجه الاولى والخامسه. على الجيتار طبعا انا هقعد بقى احسب، دي درجه الاولى سول، فالخامسه بتاعتها لا سي دو ري، ري السول لا سي دو ري، الري هي الخامسه. انا هقعد يا نهار ابيض، ده هيكون فاتني القطر خلاص. انت دلوقتي بتعزف في وسط مقطوعه، لازم تبقى اولا حافظ الكلمات، بس هنقول على الكلام ده في فيديو تاني. بالشكل كده لو مشيت خطوه بصباعك على المسطره ونزلت خطوه تحت كمان، دي الخامسه بتاعتها. الوتر الثاني كذلك، الوتر الثالث كذلك، دي الخامسه بتاعتها. الوتر الرابع ده من يعني هو مش الرابع ولا حاجه، ده طلع اللي هو الثالث كده، لان انا بعد من تحت المفروض، بس انا عديت من فوق، معلش سامحوني. فالوتر اللي هو السول، مش بقى اجي خطوه وانزل تحت كده، انت المفروض تيجي خطوه ونص بس. الوترين الرفيعين خالص دول ماشيين حكمهم زي حكم الاوتار الاربعه اللي فوق دول. طب انا اعمل ايه بقى؟ الدرجه الاولى والخامسه اعمل بيهم ايه يعني؟ احطهم على صينيه واعمل لهم محشي؟ لا طبعا، انت هتعزفهم الاثنين بيجوا مع بعض يبقوا كورد. برضو الكورد يبقى حلو يعني، حاول تكتم بقيه الاوتار. فبكتمها ازاي؟ عن طريق الصباع اللي هو دوت، الصباع الثالث يعني، بيبقى بعمل بيه النوته بس في نفس الوقت كاتب بيه بقيه الاوتار، والصباع الاولاني بيعزف الوتر اللي فوق. فانا كده ضمنت تحت بصباعي الاولاني، ما بعملوش يا دوبك تعزف الوتر اللي هو التاني ده، لا ده انا هطلعه سنه برضو بحيث يكتم الاولاني اللي فوق. فالاولاني فوق بيبقى كده مكتوم، ما بيعزفش معايا.
الكوردات الباور دي مشهوره في الهيفي ميتال في الاصوات اللي بالديستورشن، بيعملوا اصوات كتيره ان بيعملوا بيها الكوردات عشان يمشوا بيها بالسولوهات بتاعتهم بتاعه الهيفي ميتال والهارد روك والحاجات اللي بيبقى فيها ديستورشن عالي، يعني بتنفع معاها الكوردات الباور دي قوي، بتنفع طبعا مع اي اغنيه. طب نعمل الكوردات بتاعت الاغنيه مش هي كده في الحقيقه، بس انا عملتها عليها يعني، مش هتقول لا يعني. دي كانت الباور كوردز، راجع الدرس دوت وضيفه لمجموعه الكوردات اللي احنا نعرفها قبل كده عشان هنبني عليها ان شاء الله ونكمل كوردات تاني. ارجوك لو ما عملتش سبسكرايب للقناه اعمل سبسكرايب للقناه لو عجبك الفيديو، لو ما عجبكش واشوفكم الحلقه الجايه.